والصباحات خير، اللهم اجعله خير. وينه؟ وينه ابو عصام؟ شو بدك منه؟ وينه ابوك عدي؟ عم اقول لك شو بدك منه؟ روح نادي له روح، انا مالي حكي معكم. لا سيدي الك حكي، وش كان عندك حكي هلا احكي؟ يا اما يلا هوينا. اي اخر مرة رح اقول لك يا. روح نادي له لابوك، داري مع ابوك لحاله، روح. اسمع يا هلال، كساب الصلاة على النبي واهدى ولا تضوش. اللهم صل على محمد. قلت لكم اني راجع. وينه بعصام؟ ها يكو شرف لبضاي. اسمعي يا هلال، نحن كنا جايين لعندك على دوما مشان نحكي معك نخلص من هالقصه كلها وتتصالحوا انت وعمك ابو عصام، فبتحب تفوت لعنا وتروق ونحكي كلمتين؟ ولا يا ابني تحاط الشر بين عيونك حتى نعرف نجاوبك. لك شو بدي احكي معه هذا انا؟ شو بدي احكي؟ لك يا ابني انا حكيت كلمتين. الله يرضى عليك ويرحم ابوك، لا تردني. الله تلطف فينا وانتهت بخناقه. واللي خسر رزقه هذاك اليوم، الله هو الرزاق وهو اللي بيعوضه. انت زلمه كل الحق معك وحقك عنا. شرف. خير؟ اوعى عمي اوعى. خير شوفي عمي شوفي. اهلين ابو ظافر، جيت وقتك. شوفي. شيخي. شرف لنحكي. شرف تفضل. شوف ابني، انا عندي هالكلمتين وما عندي غيرهم، بدي اياك تسمعهم وتفهمهم كثير منيحه. قول لنشوف. قول. ابوك رحمه الله عليه انا لا بعرفه ولا بعمري شفته ولا شيء، واللي صار تبع التزوير وما تزوير كلياته ملعوب بملعوب. اي مالك شيء جديد؟ اللي بعرفه انك طلعت بوراء ابي. لك ابني انت بتعرفني شيء؟ سائل عني شيء؟ لا ما بيهمني. اللي بيهمني أبي، أبي اللي حرمتني من شوفته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا ابني الله يرضى عليك، وحياة الله العظيم، وحياة الله العظيم، وحياة الله العظيم. لا شفت أبوك ولا بعرفه منيح هيك؟ شيخي هذا هو الحكي اللي جايين نسمعه؟ هلا روي هلال، روينا الله يرضى عليك. طالما أبو عصام ما قتل أبوك ما لك عنده حق. أنا معمول إنه أبو عصام هو اللي قتل أبي. أنا بعرف إنه أبي مات موتة ربه، بس اللي بعرفه انه ابو عصام حرمني من شوفة ابي، حرمني من اني ادفنه. انتو بتعرفوا انه الفرنساوي ما بيغسل الميت لما بيدفنه. يا جماعة لك انا قبر ابي ما بعرفه، ما شفته بحياتي. لا حول ولا قوة الا بالله. بس عمي انت بتصدق الفرنساوي ولا اولاد بلدك؟ لا اكيد اولاد بلدي. وانت عيني لك ابني، الفرنساوي ورا هالمشكلة هاي. نحن هلا قاعدين هون وما رح نطلع من هون الا بعد ما تتصالحوا انت وعمك ابو عصام. هذا الحكي زينت العقل. وقديش بدك مصاري تكرم؟ شو مصاري ما مصاري؟ روق روق عمي هلال، الله يرضى عليك. انت نشوي وسجلت وبتفهم. غلط وصار، وابوك الله يرحمه مات موتة ربه. بقى الله يخلي لي اياك، خلينا نفرط القصه ونموتها بارضها. وقد ما بدك تكرم عينا اخي، بنعتبرها نية الشر اللي بدنا نكسره. ما فيها شيء لك ابني، هو جبران خاطر. يا سيدي اعتبر اللي راح تطلبه هو هدية منا لك. ماشي، خليني شوف أهليتي وبعدين برد لكم خبر. يا ابني ما راح تطلع من هون إلا وانت رضيان، مشان نكسر الشر والفتنة والدم. خلاص شيخي خلاص، اعتبر الشر انكسر. أنا رجال وقد كلمتي. الله يبارك فيك يا ابني. إذا طلعت انت اللي عاملها روح، الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة. وإذا طلعوا مخربطين مثل ما قلت لي ما في شي بيني وبينك، بس أنت طالع بوراء أبي مشان تعرف. ها إيه علينا، خلصنا بقى هلال. تي 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 وحد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي أنا بشاور أهليتي وبرد لكم خبر. السلام عليكم. عليكم السلام. شو أبو عصام؟ الحمد لله هاي انحلت المشكلة. لك والله يا جماعة لا بعرف أبوه ولا بعمري شفته، هاي بالله العظيم حلفت. أهلين عمي هلال، معيتك تشرف لعندي على البايكن نشرب لنا كاسة شاي. شرفي إني حبيتك يا عمي أبو ظافر.
ومالك علي يمين انا بالاكثر. الواجب ازمك لعندي على البيت، بس عندي شويه شغل بالبيكه. شري كل محلاتكم خير وبركه عمي. شري اصيل فضل. شو 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 وانت شو كنت تشتغل عم هلال؟ على باب الله عمي ابو ظافر، على باب الله يعني بعدتي لمشين هيك شيء. شو عليه؟ شو عليه؟ الرجال ما بيعيبه شغله، القدع والمعدل والزقرد هو اللي بيكسب رزقه على جبينه. ايه والله يا عمي ابو ظافر، الشغل مو عيب، بس شغله طبع عصام ما عم تفوت براسي لا بميزان ولا بأبان. لا ايه بسيطة، بسيطة هلال، مو مستاهلة شباب. لا عمي ابو ظافر، ابو عصام هو زعيم الحارة وكبيرة. ايه هو، بس انا اللي شايفه انه مو ماين على شيء. بشرفي بشرفي، ها انت اللي لازم تكون زعيم هي الحارة وكبيرة. الله بحي اصلا يا سيدي، الزعامة مو بالقعدة بصدر المطافي. عمي ابو ظافر بدك الدغري، انا بدي بقلك اللي بقلبي. بقلك عمي، بقل وريح ولا يهمك. عمي ابو عصام طلع بوراق ابي وحرمته هي اللي ساعدته بالوراق، وانا ما فيني احكي شيء. الله يرحمها تيسرت لعند ربها، شو بدي احكي؟ يعني انت هيك حاسس الموضوع لك هلال؟ ما في كلام، ايه هيك الشغله. معنى الكلام انه لازم تاخذ حقك يا هلال. ما لك علي يمين يا عمي ابو ظافر، انا كنت بدي افضحهم، بس كرامه هالشوارب والناس الطيبين اللي شروا احسانك سكتت اخرست. عمي ابو ظافر من الاخير بدي اياك تزبط لي اياها، نحن جماعه درويش وعلى باب الله. اخي شو بتجيب لي منهم؟ انا رضيان. بس انت كمان لا تكف عنه مغيره كثير، خليك وراه وراه، يعني ضل طل عليه. لك علي انصب له خيمه قدام باب بيته، منيحه؟ لك لا مو تنصب له خيمه، الشغله ما بدها خيمه، عم اقول لك بس طل عليه. واذا لا سمح الله خاوز معك تعال خبرني. امرك عمي الظافر. امسيك عمي هلال. هدول قرشين تفتحوا فيهم عزل المرحوم. الله يطول بعمرك ويكثر خيرك، بشرفي انك انت من اهل الخير. وان شاء الله انا برقد انا اليومين ثلاثه بجي وباخذ بالخاطر. بتشرفنا عمي ابو ظافر، بس بصراحه انا بدي ابعث الاهل على حلب، بدنا نفتح عزهنيك. ايه؟ الله يجعلك خاتمه الاحسان. الله يكرمك تعيش، ممنونك عمي ابو ظافر. السلام عليكم. الله معك. الله معك. لله الف الحمد لله انه القصه رح تنحل بالمصاري. لك الحمد لله لك سؤال فايت شي، بس لك القصة مو هيك والله مو هيك. لك أنا ما طلعت باسم حدا، ما طلعت باسم حدا. ابن عمي بركي هي الله يرحمها نادية اللي عاملتها. ايه ابن عمي ايه، مو هي كانت تشتغل معهم بالأول. شي لك شو بتحكي انت؟ لك سؤال ما بتعملها؟ لا لا ما بتعملها. لا بلا بتعملها وبتعمل أبوها كمان. فكر فيها، انت كنت محبوس وهي واحدة منهم وفيهم، فزبطوها مع بعضهم. الله شاشتي، معقولة؟ ايه ابن عمي ايه معقولة. ما رجع لك خيرية حاج عقلك ياخدك ويجيبك، معتز ما رح يروح لهنيك، ما بيكسر كلمة أبي. بالله وينه لك إلا هلا؟ يعني وين بده يكون؟ يا بالقهوة يا بالحمام. أصلا شو بيقعد الرجال ببيته من هلا؟ خيرية ما حلك تعرفي لمعتز، هو من يوم يوم وما بيطيق قعدة البيت. قلتيلي ماشي. يبعت لك حمى لما تبوزني لهيك بتصيري؟ يلا إلا لعمته، روحي جيبي لنا البزرات بدنا نتسلى، يلا. لك من عيونها لعمته. شو ابن عمي طمنا عن ابو حاتم؟ والله ولد انت حرام، ضاربينه وهزينه وضل يوفون. يا لطيف، ومين اللي ضربه؟ الله الله بيعرف، انا بدي اعرف. ابي دلال الله يرضى عليكي، سوي لي كبايه بابونج بالحين فيها. امرك يا بي. لكي بعت لك الهنا، بدك تكسري لجوزك؟ الرجال ما بينكسر، بكره ما بتجوز عليكي وحده بتجوز ثلاثه. روحي روحي لحقي حالك. ما بدي. لا
لك يا حبيبتي اسمعي من مرت عمك ما بتندمي، تعوزي من الشيطان الرجيم وروحي، المرأة ما لها غير جوزها وهو غلط واعترف بغلطه، يلا تحركي أوام. مزبوط كلام أمي خيرية، يلا روحي شو ناطرة؟ هيك قولتكم؟ كيف؟ لسه عم تسألي إذا هيك قولتنا؟ لك روحي. سامحني ابن عمي. أنو الله بيسامح الجميع. والله لساني فلت غصب عني، يبعث لي عمّا إلهي. ماشي الحال ماشي الحال. يعني سامحتني ابن عمي؟ سامحتك. Hey! 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 H